الحزن هو ذاته الحزن بيكبر، لأنه مع الوقت نشتاق لبعض أكتر وأكتر لألكسندرا، منحس أنه هي منا معنا. الفرق الوحيد هو أنه منقوى، يعني اليوم الفرق بين هلأ وسنتين وينا، ما لازم ننسى أنه نحن بثانية بأربع آب تغيرت كل حياتنا، فقدنا بنتنا، خسرنا بيتنا، كل حياتنا تغيرت. المجرم ما بيحاكم حاله طالما وكسرنا كلنا نعرف قديش مدى تواطؤ المنظومة وحتى الناس اللي بعدهم كتير كتير موجودين باللي صار. أكيد يعني أكيد فقدانين العمل بالعدالة بلبنان. نحن من الأول أصلا كنا كتير واضحين من هيدا الشيء، ما رح نحط جهد للعدالة اللبنانية إلا تنفرجي إنه العدالة رح تسقط